والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا الآن كنتواجدوا فحص المهار اللي كيجيب قريب من دوار العنصر، التابع إداريا إلى جامعة الضينة بتطوان. هاد المكان هذا أقل ما يمكن قوله وهو أنه جميل جدا، رائع رائع رائع. طبيعة تبارك الله، هنا لعلك ترضى علما بأننا مازال على مشاريف شهر، ماشي حتى شهر ثلاثة، يعني عاد رحنا في المتوسط ولا المنتصف ديال شهر جوج، يعني الربيع مازال ما غاديش يكبر بزاف. وبالرغم من ذلك كما كتلاحظوا الخضورة تبارك الله موجودة. وقلنا أننا كنتواجدوا دابا بفحص المهار. علاش فحص المهار؟ لأن هذا المكان ربما أنا أقول سمي نظرا لتوافد واحد العديد ديال القطعان ديال البهائم، يعني تارة كنجبروا الخيول، تارة كنجبروا البغال، بعض المرات الحمير، وتارة أخرى كنجبروا الخليط من هذا النوع ديال البهائم اللي ذكرت، علاوة على يعني قطيع من الأبقار وأحيانا المواشي. إلا أنه الشيء الملاحظ والشيء الغريب في هذه الأمور هذه كلها، وهو أن هذه القطعان ما كيرعاهم حتى واحد، يعني كيقابلوا راسهم بيدهم، ما مربوطين، ما مطولين، ما حتى شي حاجة، كيرعاو أحرار طلقاء في هذه الطبيعة هذه كما كتشوفوا تبارك الله وصلت على النبي. يعني شوفوا المكان، هذه الضباب يعني تغطي قمم هذه الجبال، شوف تبارك الله كاين غير هاد الجبال اللي هي على شكل كتل صخرية، يعني غير من الحجر، كل حجر، وهذا الحجر مع عنده هذا اللون ديالو ديال الأبيض مع الأخضر، يعني كيعطي واحد الرونق وواحد الجمالية للمكان رائعة جدا. هو كله على هذا الشكل هذا، وهذا المكان كله يعني اش باش نقول لكم، واحد المنظر عجيب عجيب جدا. يعني هذا الشيء كنشوفوه غير في الرسوم المتحركه، سبحان الله العلي العظيم، هما اللي يعني كيكون داك التناسق في الالوان وداك المناظر اللي هي شبه ما كايناش. وهنا كاينه، انا كنقول لكم وكنصحكم باش تجيو لفحص المهار، كاينه ديك المناظر ديال الرسوم المتحركه. أوه أرضوان، قالت واحد العودة والدة، واحد جحي، واحد جديع صغير، فين واحد جديع ناعس، شتو هاكا ناعس دايما، هاي ماشي تنوض يماه. كيما قلنا فحص المهار، على هادشي تسمية بفحص المهار. ها جديع ناض، أجي تشوف جديع شتيو، تشوف هي 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 هي، شوف سبحان الله العظيم، شتم، ها هي العودة، هي والجدع ديالها كيما كنقولوا حنايا، اللي هو المهر ديالها. الوليد ديال بني، هما فين؟ هذا رجل وهذه امرأة. هذاك العود، هذاك بغل، وهذاك كذلك اللي حدا عاوتاني الحمامه بغل، ولكن هذيك بما انها كتبع ذاك كتبع ذاك المهر، اذن عودة. لا هذيك اللي عندها وليده. هنا كاين، وكما قلنا هما كيرعاو هنايا، ما كاينش لا حاسب ولا راقب، ما كانش اللي يهولم غير انا ورضوان اللي هولنا. منظر هائل جدا، هائل هائل. اوكي يعني تبارك الله ما يتشاف صراحة، كاين ما يتشاف. رضوان شنو بان لك؟ غادي نطلعوا لهنا، كاين هذيك القمة هنا، كاين للنظري ما وراء، ولا لاكتشاف ما وراء ديك القمة. نشوفوا ان شاء الله، نطلبوا من الله يكون الوجهه ولا يكون الهدف هو هذاك، علاش كنبحثوا. وفي انتظار الوصول الى هناك، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.